جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أهم الوسائل في نظر الشيخ صالح المحذرة من الشرك والمحذرة من السحر، أهو التعليم أم هو الإعلام أم أن هناك وسائل أخرى يراها فضيلة الشيخ صالح الفوزان؟ كل ذلك يقضى به على الشرك والسحر. أولا التعليم، لأن يضمن مناهج التعليم نواقض الإسلام بما فيها السحر، ويبين خطورة السحر وخطورة الشرك بالله عز وجل، خطورة البدع والمعاصي. يحرص على دراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة بما في ذلك التحذير من الشرك والسحر وأنواع البدع والخرافات. ثم أيضا استخدام وسائل الإعلام بتحذير من السحر، من الرسائل والمؤلفات التي تنشر بين الناس والنصائح، ومن الخطب والمحاضرات والندوات التي تبصر الناس بخطورة الشرك وخطورة السحر وغيرهما من البدع والخرافات، كل ما يخل بعقيدة المسلمين. لأن هذه الأمور إنما تنتشر إذا فشل الجهل بها، وأهمل البيان والإيضاح للناس من قبل أهل العلم وسكتوا عن ذلك. الأمر الثالث تمهيد الحدود في من يرتد عن دينه بالشرك أو بأنواع الردة وبالساحر، تمهيد الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا نفذت الحدود على مستحقيها حصل الاطمئنان على العقيدة، وحصل القضاء على الشر وعلى ما يناقض العقيدة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، أن يحافظوا على عقيدتهم. الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. جاء بهذه الأمور، شرع لها الحدود الرادعة التي تردع من يتلاعب بهذه الضروريات.